مساء الخير يا باشمهندس. اهلا بحضرتك. المسلسل واضح ان هو شدد الناس، واحنا عملنا بحث كده علمي ولقينا انه اكتر الناس بتسال على محركات البحث عن تصوير المسلسل وتم تصويره فين. قول لنا بقى الاسرار. احنا الخارجي بتاعه كان بيتصور في كازاخستان، وفي جزء بتاع الميه والمركب اللي هنشوف ان شاء الله في الحلقه بتاعت النهارده في مالطا، وبقيه الحاجات كلها في مصر هنا في مدينه الانتاج بنينا كل شيء. طيب لما انتوا صورتوا في كازاخستان وبعدين مالطا وبعدين رجعتوا هنا في مصر، خلينا اقول للناس كمان انه احنا عندنا مدينه للانتاج ضخمه وهايله ومعده، يعني اعتقد هي من اهم مدن الانتاج في منطقه الشرق الاوسط. ده حقيقي. لكن يعني ازاي تقدر تعمل التوازي لانك لازم تحافظ على نفس الصوره؟ كلمنا بقى على الديكور في المدينه. الديكور في المدينه لما رجعنا كده بدانا نشوف بس الحقبه دي كانت حقبه هي ما فيهاش داتا كتير. احنا يعني ممكن حضرتك تشرح لنا واحنا بنتفرج معاك على المشاهد دي، اتفضل. هي اصفهان تحديدا بتبقى عباره كانت مدينه قديمه عباره عن حضاره فارسيه وجزء من الحضاره الهنديه قبلها، وبعد كده العباسيين دخلوا حطوا وصمه جواها، وبعدين بدات بدايه الحضاره العثمانيه اللي هي السلاجقه بدات تخش تحط حاجتها. فانت هنا طول الوقت بتراعي ميكس القباب، البيوت، ما بين كذا حضاره اللي هي كذا حضاره اقدم من المكان نفسه، يعني هي بلد قديمه. الفكره ان كنا حابين نبني السكيل ده عشان ده بيدي حقيقي يعني حقيقيه اكتر للصوره عن لو كان في جزء كبير جرافيك. فدايما بنغطي الجرافيك عشان يشتغل ورانا زي ما بيحصل من جبال. يعني انت بتعمل الشكل الحقيقي وبعدين تكمل بعد كده في الجرافيك، يعني تعمل السهول او يعمل الابعاد اكتر، الأبعاد او يزود المدينه يكبرها، المدينه صغيره فيكبرها بشكل كبير، لكن لازم يبقى عندك اساس. لازم يبقى عندي اساس. طيب الارتفاعات كمان كان هي عشان نقدر نصور من كل الجهات، حتى في الاسوار بتاعتها حتى كله يعني خلينا ارتفاعات ضخمه يعني توصل ل 16 و17 متر. بس الحقيقه حاجه بديعه يعني. الله يخليك. استغرق قد ايه وقت اعداد الديكور وتنفيذه؟ حوالي 6 شهور. ست شهور. واعتقد ده هو اللي بيدي الاحساس، يعني لما المخرج بيدخل والممثلين وبيدخلوا الاحداث ده كله بيدي نفس الاحساس، يعني بيعمق الاحساس كمان. ايوه طبعا، يعني الديكور هو بتبقى البذره الاساسيه بتاعتهم، وبعدين يخش يعلى بالتصوير، وبعدين يخش يعلى بالدكوباج بتاع المخرج، وبعد كده يخش يعلى في المونتاج، وبعدين احنا مراحل ورا بعض، وبعدين الجرافيك يعليه. ده اعتقد ده القلعه. دي القلعه اللي هي المشاهد اللي شفناها في الحلقه الاولى. بالظبط، لسه هتظهر كتير بعد كده. وكان عندنا كمان في الحلقه الثانيه امبارح اللي هي وهم كانوا بياخدوا الذهب من على جزء القصر. من المدينه الفاطميه. جزء من المدينه الفاطميه. فانت عندك هنا اكتر من مدينه. المدينه الكبيره دي إيه؟ المدينه الكبيره دي متقسمه، يعني حضرتك بتشوف الميدان وشوارع متفرعه منه، كان ده كله اصفهان، وعاملين شارع من القدس في جنب من جناب المدينه، وعاملين واحد تاني من سمرقند، وفي جزء من الفاطميه، كل ده في الدايره اللي احنا فيها دي. وكل واحد ليه تفاصيله. كل واحد ليه تفاصيله. الفاطمي غير سمرقند.